ولذلك في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال الخطابي رحمه الله: من لا يستطيع أن يصوم، وهو في الحقيقة أيضا لا يستطيع، هو لا يستطيع الزواج ولا يستطيع الصوم، فإنه يقطع شهوته بالأدوية. وذكر ذلك أيضا البغوي رحمه الله. ولذلك ذكر بعض فقهاء الشافعية من أن الكافور مشهور عندنا أن الكافور يضعف، كذا يضعف، سبحان الله، هذا من القديم حتى عند الفقهاء، فقهاء الشافعية يقولون إن الكافور يضعف الشهوة، يعني هذا من بين الأدوية. قال فيقطع هذه الشهوة، لكن وهذا ما أؤكد عليه دائما، من أن ابن حجر رحمه الله كما أنه شافعي ومحدث بلغ مراتب عليا، إلا أنه فقيه. ولذلك أي شخص يدخل في علم الحديث ولا يستفيد من ابن حجر فما استفاد، لأنه فقيه. قال وأما قوله يقطعها فخطأ، يعني لا يصلح، لأنه ليس مأمورا بقطعها، لأن الشرع نهى عن الاختصار، وإنما مأمور بأن يتعاطى هذه الأدوية ليخففها، لأن قطعها، قطع الشهوة، ممنوع شرعا. بسبب ماذا؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار. ولذلك حديث ابن مضعون قال: لو أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاختصار لاختصينا. ولذلك نعم، قد يجد مثلا مالا وإذا به يفقد، لو قطعها قطعا نهائيا يفقد ماذا؟ يفقد من أعظم ما يتلذذ به الرجل. ولذلك من به شهوة قوية، من به شهوة قوية، بعضهم قد يكون بالشبق، الشبق هذا قوي، فليراجع الأطباء ليخففوها، أو هنا تعاطي الأدوية. من عنده شهوة لا يستطيع الزواج لعدم وجود النفقة على الزواج فليخفف هذه الشهوة. من عنده زوجة وعنده نفقة ولا يستطيع أن يقدم على الزوجة الثانية مع قوة شهوته لكن به خوفا من الزوجة الأولى وهي لا تكفيه، إذن إن لم يستطع الصوم فما عليه إلا بالأدوية. من عنده أربع ولم تكفه، لو ترك الأولى وجدد ما تفيد، يعني رجل به شبق عليه بالأدوية.